المادية الفادحة والهائلة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية، والتي طالت 2,400,000 فلسطيني يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة في قطاع غزة، وطالت كل مناحي الحياة، وهذا يأتي في ظل النقص الشديد للماء والغذاء والدواء، وفي ظل عدم وصول المساعدات الكافية إلى جميع محافظات قطاع غزة، وانعدام وصول المساعدات إلى مئات آلاف المواطنين في محافظتي غزة وشمال غزة، حيث كان يصل قطاع غزة قبل شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب الوحشية على قطاع غزة 600 شاحنة يومياً، ومع بدء الحرب لم يدخل قطاع غزة ولا حبة قمح واحدة عبر المعابر، ومع دخول الهدنة الإنسانية بدأ يدخل يومياً عشرات الشاحنات فقط، ومعظمها مساعدات ليست ذات أولوية. إننا أمام كارثة إنسانية حقيقية تكشفت فصولها مع دخول الهدنة الإنسانية، حيث هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 300,000 وحدة إنسانية بينها 50,000 وحدة سكنية هدمها بشكل كلي، إضافة إلى 250,000 وحدة سكنية هدمها بشكل جزئي، حيث تأتي هذه الكارثة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار وفقدان مئات وعشرات آلاف الأسر لمنازلهم ولمساكنهم. ما زال أبناء شعبنا الفلسطيني النازحين من محافظات شمال وادي غزة والمتواجدين حاليا في محافظات جنوب وادي غزة غير قادرين على العودة إلى منازلهم ومدنهم وبلداتهم بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لهم واستهدافهم بالرصاص والقتل المباشر في عدة جرائم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجد على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة. إننا ما زلنا نذكر العالم بالجريمة الدولية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه القطاع الصحي، حيث دمر الاحتلال وقصف وقام بتفجير واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي أصبح 26 مستشفى و55 مركزا صحيا خارج عن الخدمة تماما، كما واستهدف 55 سيارة إسعاف وقتل 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، وقام باعتقال مجموعة من الطواقم الطبية بينهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، وهذا يؤكد على المخطط المدروس والمقصود بالقضاء على القطاع الصحي بشكل كامل وبغطاء من المجتمع الدولي خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، بهدف تهجير أهلنا وشعبنا في نكبة جديدة يندى لها جبين الإنسانية. ما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الشهداء من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات وبالطرق اليدوية والبدائية، حيث تم انتشال 160 شهيدا خلال ال 24 ساعة الماضية، وهو ما يزيد أعداد الشهداء عن 15,000 شهيد، بينهم أكثر من 6,150 طفلا وأكثر من 4,000 امرأة، وما زال قرابة 6,500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا، بينهم أكثر من 4,700 طفل وامرأة. إن انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة منذ ما يزيد عن 50 يوما متواصلا، وفي ظل عدم دخول الوقود إلى قطاع غزة، فإننا نحذر العالم بأن كارثة بيئية وإنسانية وصحية ستضرب قطاع غزة، حيث أن جميع المرافق متوقفة تماما على قضية إدخال الوقود إلى قطاع غزة، وهذا يستدعي كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والمنظمات الدولية المختلفة إلى الضغط من أجل إدخال الوقود إلى المستشفيات وإلى المراكز الطبية وإلى طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ. وإن منع إدخال الوقود يعني الحكم بالإعدام على مئات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد العظيم. وإننا إزاء هذه الكارثة الإنسانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نود التأكيد على ما يلي: أولاً، ما زلنا نحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، ونطالب كل العالم
بوقف هذه الحرب الإجرامية الإسرائيلية فورا. ثانيا، إننا نطالب وبشكل فوري وعاجل بالجدية في إدخال المساعدات وعدم المماطلة أو إدخال بعض المساعدات التي هي عبارة عن ذر للرماد في العيون، حيث أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك يحتاج قطاع غزة إلى 1,000,000 لتر من الوقود يوميا حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الجريمة الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ثالثا، إننا نطالب كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة وضع خطة إنقاذ عربية إسلامية عاجلة من أجل إيجاد حلول إنسانية سريعة تعمل على إيواء أكثر من 250,000 أسرة فقدت وتضررت منازلها داخل قطاع غزة بفعل الحرب الإجرامية الإسرائيلية الوحشية. رابعاً، وعلى صعيد القطاع الصحي وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية، فإننا نطالب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر وبشكل عاجل وفوري بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة بالكامل بالأجهزة الطبية حتى نحاول إنقاذ 10,000 الجرحى والمرضى الذين ذاقوا الويلات خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكذلك نطالب بتحويل 1,000 الجرحى من أصحاب الإصابات الخطيرة إلى المستشفيات في الدول العربية والإسلامية من أجل تلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى العمل الجاد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات في إطار إعادتها إلى الخدمة. خامسا، وعلى الصعيد الإنساني، فإننا نطالب بإدخال مئات المعدات والآليات لصالح جهاز الدفاع المدني وطواقم الإغاثة والطوارئ حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي ما زالت عالقة تحت الأنقاض، وحتى يتمكنوا من رفع الركام جراء 100,000 المنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذه الحرب البشعة على قطاع غزة. سادسا، كما ونطالب كل الصحفيين والإعلاميين والمتضامنين الأحرار والمؤسسات الإعلامية المختلفة من كل العالم إلى القدوم إلى قطاع غزة والاطلاع عن كثب ورصد حجم الدمار الهائل وأثار الجرائم والمجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة.